إنك سمندر المالطي. شهدت ربوع جزيرة مالطا قبل 610 سنوات من بداية التأريخ بالتقويم الميلادي ولادة أنكسيمندر الذي بدأ الدراسة في عمر صغير بالنسبة للأطفال في سنه. حضر مجلس أستاذ الفلسفة الحكيم اليوناني تاليس فاستفاد من خبرته في اكتشاف الطبيعة والاستفادة من ظواهرها كشروق الشمس وغروبها ومنازل القمر وميل فلك البروج. كان أنكسيمندر أول شخص في تاريخ العالم خطرت له فكرة وضع خريطة جغرافية للأماكن، أي رسم يحدد مواضع بعض التضاريس بالنسبة لبعضها الآخر، وهو الذي اخترع ما ترجم إلى العربية باسم المزولة في عالم الفلك. وقد أدخلت الميزوه المالطي هاغاتايوس تعديلات صححت ما كان على خرائط أستاذه وجعلها أقرب للواقع وأكثر فائدة للبحارة والمسافرين في البر والباحثين في الأجواء السماوية. انشغل أنكسيمندر طوال 40 عاماً بالبحث عن علاقة ما يجري على الأرض بما هو حادث في السماء، ورأى أن موجودات الطبيعة التي تحيط بنا من كل جانب تستقبل تأثيرات مختلفة بينها، وأن الرياح والأمطار والمد والجزر وشروق الشمس وغيابها وغير هذه الظواهر الكثيرة تشترك في حالات من الأخذ والعطاء لا تقع تحت حصر. نظر أنكسيمندر إلى ما كان شائعاً من أن العالم مكون من 4 عناصر أساسية لا متجانسة، أي يختلف تكوين كل واحد منها عن الثلاثة الأخرى، هي الهواء والماء والنار والتراب. وقال إن الامتزاج بين 2 أو أكثر من العناصر يوجد ما لا حصر له من أنواع المواد الطبيعية والتشكيلات المادية، وهذا يعني أن المادة الأولى ليست واحدا من تلك العناصر دون غيره كما قال بعض صديقي، بل هي مزيج من الأشياء جميعا. وسمى المادة الأولى اللامتناهي بحيث تشمل مسألتين: الأولى أنها لا متناهية من حيث الكيف، أي إنها لا متعينة، والثانية أنها لا متناهية من حيث الكم، أي لا محدودة. وقرر إنه إذا كانت أجسام البشر تتكون من الأطعمة المختلفة التي يتناولها الوليد منذ فترة الرضاعة خلال فترات حياته الطويلة حتى الموت، فإن أجسام البشر يجب أن تتأثر بما تتأثر به الأشجار والنباتات والحيوانات والطيور والأسماك. ولفتت أفكار أنكسيمندر المفيدة نظر حاكم البلدة بعد أن أعجب به كل الذي نعرفه، فاستدعاه للاستفادة من تصميماته ورسومه وحساباته، حتى إنه كلفه بحل مشكلة عدم كفاية المنتجات الزراعية في قرية أبولونيا لإطعام سكانها، فعلمهم كيف يزرعون ومتى وكيف يستفيدون من تنويع المزروعات وزيادتها، وبقي ذكره محمودا بين الناس بعد موته عام 47 و500 قبل الميلاد. وصنع له أحد النحاتين الذين عرفوه تمثالا في وسط مدينته ما يزال موجودا حتى الآن.
قال الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشي عن أنكسيمندر: لقد كان أول كاتب فيلسوف في العصور القديمة.